أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا أخيلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. وكذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. وقلنا ذهبا إلى قوم الذين كذبوا بآياتنا فدرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية. وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرون بين ذلك كثيرا. وكلا ضربنا له أمثيلا. وكلا تبرنا تدبيرا. وكانت ولقد آتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا. وهذا الذي بعث الله رسولا. إن كان يضلون على آياتنا لولا أن صبر عليه. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله سكينا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قضيناه إلينا قبضا سبيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يديه ورحمه. وأنزل من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. ولقد صرفناهم بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. وجعلنا بينهما برزقا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. وكان ربك قديرا. وبعدهم من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا.
وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به وبذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرون وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما الذين لا أنفقوا الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا يلقون ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعد ربكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شاء نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين وقد كذبوا ما سأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين يا قوم يا فرعون ألا يتقون قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فيقول إن رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمر سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عدت على بني إسرائيل قال فرعون ورب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إني رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيرا لأجعلنك من المسجونين
قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع بداه فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يرد أن يخرجكم من أرضكم بسحر فماذا تأمرون قالوا وجه وحاه وبعث في مدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لقامت يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعين لعلنا نتبع السحرة إن كانوا من الغافلين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إنا لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم قالوا عزتهم فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا لنطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا إن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أصل بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون بالمدينة حاشرين إن هؤلاء لشر دبان قليل وإنهم لا تقابلون وإنا لمجمع حاضر فأخرجناهم من الجنة معيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثنا بني إسرائيل فأتبعهم مشركين فلما رأوا أجمعين قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك الحجر فانفلق فكان كل فرق فوق الطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظلوا لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل ووحدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم أقدمون فإنهم عدوكم إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا يطعمني ثم يحيين والذي أطمع أن يغرقني يختم يوم الدين رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعلني لسانا صدقا في الآخرين واجعلني من رأس جنة نعيم واغرقني بي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغابين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرون وينصرونكم فكوبوا فيها وهم غابون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال بعيد أو نسير برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمين فما لنا من شافع ولا صدق حميم فلو أن لنا كرة فكون من المؤمنين إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أرسلكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا
أنؤمن لك واتبعك أرجلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن أحسنتم على ربي لا تحشرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لنكونن من المجرمين قال رب إن قوم كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا بيني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون في الملك المشحون ثم غرقنا بعض الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أرسلكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبعون بكل أرب آية يبعثون أتتخذون مسالا لعلهم يخلدون وإذا بطشتم جبار فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الله الذي أمدكم بما أم تعملون أمدكم بأنعام وأمين جنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صنيح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أرسلكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا أمين في جنات وعيون وزروع ونخل وطعم حديد وتتخذون من جبال بيوتا فارحين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطع المجرمين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما نحن من المسبحين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسها بسوء فمأخذوها عذاب من يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط للمرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أرسلكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المجرمين قال إني يعظكم الله من القائل رب نجني وأخلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أرسلكم عليهم من أجر إن أجري إلا على رب العالمين عالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الله الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسخرين وما أنت بشر مثلنا وإن جنوك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الزلة إنه كان يوم عظيم
إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل من رب العالمين نزل به روح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه الله علوم بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض أعجمين فأغرقنا عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلفناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم يشعرون فيقولون هل نحن منذرين أفبعذاب يستمعون أفرأيت إن مكناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلنا بالشيطان وما ينبغي لهم مما يستمعون إنهم عن السمع لمعجلون لا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واحفظ حفظنا من اتخذ من المؤمنين فإن عصوك فقل إني ربي مما تعلمون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلب في الساجدين إنه هو السميع العليم هل ننبئكم على من نزل الشيطان نزل به على كل أفاك عظيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغابون ألم يروا أنهم في كل ضاب واهن وأنهم يقولون وما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الذين كثروا ونصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم وهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الخاسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إنا أنست نارا سآتيكم منها خدم وآتيكم سيدا قبسا لعلكم تسترون فلما جاءها نودي أن يورك من النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رأوها تهتز كأنها جان وألا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلين إلا من ظلم ثم بدل حسنا وبعد سوء فإن غفور رحيم وأدخل يدك في جنتك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون قومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجهدوا فيها واستيقنتها أنفسهم ظلما وغلبا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود سليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على ولد العلم قالت يا ليته يا أيها النمل ادخلوا الصام مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتمس ضاحكة من قوله قال رب أوسعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني في رحمتك في عبادي الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا لو أذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمسك غير يعيد فقال أوطدت بما لم تحد به وجئتك من سبب من نبأ يقين إني
وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين له الشيطان أعمالهم فصدهم عن سبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدون لله الذي يخرج القيم في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقهم أم كنت من الكاذبين اذهب يأتك هذا فألقي إليهم ثم قال عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا عن جنوب المسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمر ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد وأمر إليك فانظر ماذا تأمرون قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية فسدوها فجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فنظرة بما يرجع المرسلين فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم فيها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عرفتك من الجن أنا آتيك بها قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لأجر عظيم قال الذي عنده علم من الكتاب أنا كتاب به قال أن يرد إليك طرفك فلما رأس مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي يبطلاني أشكر أم أفكر ومن شكر فإنما يشكر لنفسي ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لهم عرشها ننزل تهتدي أم كنت من الذين لم تن فلما جاءت قيل هذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأيتهم حسنته لحجة وكشف لها معا سيقاها قال إنه صرح مكرمة من قرية قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم قارعون قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم منتهون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لولده ما شهدنا مهلكنا أهلهم وأنا الصالحون وأنا الصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة المكرمين أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك البيوتهم خافية بما ظلموا إن في ذلك لآيات لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهادة من دون النساء بل أنتم قوم تجهدون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنكم أناس يتطهرون فأنجيناه أهله إلا امرأته قدمناه من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر
المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون.